مرحبا بكم في العرض المتقدم على مسائل النسب. دعونا نبدأ ببعض المسائل. لنفترض أن لدي صف. أوه، لقد فسد القلم. حسنا، إن العدد الإجمالي لطلاب الصف هو 57، وأريد أن أخبركم أيضا أن نسبة الإناث إلى الذكور تساوي 4 إلى 15. الآن هذا هو الجزء المثير للاهتمام، حتى أنها لا تبدو صعبة. سؤال الآن هو كم عدد الذكور الذي يجب أن يغادر الصف؟ إذن كم عدد الذكور الذي يجب أن يغادروا لكي تصبح نسبة الإناث إلى الذكور هي 4 إلى 11؟ هذا مذهل. والمكان الجيد لنبدأ منه هو أن نجد كم عدد الإناث والذكور الموجودين في غرفة الصف، وقد تعلمنا بالفعل كيف نقوم بذلك في مقدمة حل مسائل النسب. نحن نعلم أن الإناث جي زائد الذكور بي تساوي 57، لأنه يوجد 57 طالب في الصف. ونعلم أيضا أن ضرب كلا الطرفين بي بي، نعلم أيضا أن جي وهي عدد الإناث تساوي 4 على 15 ضرب بي عدد الذكور، صحيح؟ ومن ثم يمكننا أن نعوض ذلك في هذه المعادلة، ثم نحصل على 4 على 15 بي زائد بي تساوي 57، وأن هذا يعادل 19 على 15 بي تساوي 57. دعوني أمحو هذا، ذلك منفصل. ثم دعوني أنتقل إلى هنا، وقلنا أن بي تساوي 57، 57 ضرب 15، وكل ذلك مقسوما على 19. لقد ضربت كلا الطرفين ب 15 على 19. 57 تقسيم 19 يساوي 3، إذن ب تساوي 45. ونعلم أنه يوجد 57 طالب في الصف زائد جي بي تساوي 57، إذا نحن نعلم أنه يوجد 12 أنثى. 57 ناقص 45، إذا نعلم الآن أن عدد الذكور والإناث الحاليين هو 45 ذكر و12 أنثى. دعونا نكتب ذلك، إنه يوجد 12 أنثى و45 ذكر. الآن السؤال يقول كم عدد الذكور الذي يجب أن يغادروا حتى تصبح نسبة الإناث إلى الذكور تساوي 4 إلى 11؟ إذن هذا هو عدد الإناث الآن، أي 12، وهذا عدد الذكور. دعونا نفترض أن X هو عدد الذكور الذي يجب أن يغادروا غرفة الصف. إذا غادر X من الذكور غرفة الصف، فإن النسبة الجديدة ستكون 12 أنثى إلى 45 ذكر ناقص X ذكر، عدد الذكور الذين غادروا، أليس كذلك؟ إذا كان هذا يزعجكم فاجلسوا وانظروا إليه ثانية. لقد بدأنا من 12 أنثى و45 ذكر، وقلنا أن X ذكور سوف يغادرون، إذن النسبة الجديدة ستكون 12 على 45 ناقص X. ونعلم من هذا الجزء من المسألة أن النسبة الجديدة تساوي 4 إلى 11. نضع معادلة هنا بمجهول واحد، ويمكننا أن نجد قيمة X. أتمنى أن هذا لا يزعجكم كثيرا. كل ما فعلته هو أن أوجدت كم عدد الذكور أو عدد الإناث الموجودين في الصف، ولقد قلنا أن X هو عدد الذكور الذين سوف يغادرون، وقلنا أن النسبة الجديدة ستكون الإناث إلى عدد الذكور الجديد هو 45 ناقص X، وهذا يساوي النسبة الجديدة. دعونا نجد قيمة X. حسنا، 12 ضرب 11 يساوي 132. 132 تساوي 4 ضرب 45، إذن 180 ناقص 4X
ثم إذا أردتم أن تجدوا قيمة X فأنا أعتقد أنكم تعرفون كيفية القيام بهذا. الآن يمكننا أن نقول سالب 48 تساوي سالب 4X. X تساوي 12. لقد أوجدنا قيمته. نقول أنه إذا غادر 12 ذكر غرفة الصف فإن النسبة الجديدة للإناث إلى الذكور ستكون 4 إلى 11. وهل هذا منطقي؟ حسنا، إذا غادر 12 ذكر من غرفة الصف بالتالي فإن نسبة الذكور ستكون 12 إلى 33، أليس كذلك؟ لأن 45 ناقص 12 تساوي 33، وهذا يعادل إذا قمنا بتبسيط البسط والمقام هذا يساوي 4 إلى 11. إن المسألة التي كانت تبدو صعبة للغاية لم تكن في الواقع كذلك عندما جلسنا واستخدمنا الجبر. دعونا نحل مسألة أخرى. دعونا نفترض أن هذا الشيء يتعطل أحيانا. حسنا، دعونا نفترض أن نسبة التفاح وهي A إلى الموز وهي B في سلة تساوي 5 إلى 19، وعندما نضيف 23 موزة فإن نسبة التفاح إلى الموز، أي عندما نضيف 23 موزة فإن النسبة تصبح نسبة A إلى B B زائد 23. في الواقع دعونا نكتبها هنا، زائد 23 موزة جديدة تساوي 10 على 61. السؤال الآن، ما هي الكمية الإجمالية للفاكهة الموجودة في السلة؟ ما هي كمية الفاكهة؟ إن ذلك فوضوي جداً. ما هي كمية الفاكهة بعد إضافة الموزة؟ بعد إضافة كمية الموز الجديدة؟ لقد أعطيتكم تلميحاً في هذه المسألة. نقول أن نسبة A إلى B على افتراض أن A للدلالة على عدد التفاح وB يدل على عدد الموز، إذا نسبة التفاح إلى الموز تساوي 5 إلى 19. عندما أضيف 23 موزة الآن تصبح النسبة الجديدة عبارة عن عدد التفاح إلى B زائد 23. النسبة الجديدة هي 10 إلى 61. حسنا، مرة أخرى لدينا معادلتان ومجهولان نعلم أن. دعونا نأخذ هذه المعادلة إذن لأنها تبدو معقدة أكثر. نعلم أنه إذا قمنا بالضرب التبادلي فتصبح 61A تساوي 10B زائد 200، 10B زائد 230. وإذا قسمنا كلا الطرفين على 61 نعلم أن A تساوي 10 على 61B زائد 230 على 61، أليس كذلك؟ يمكننا أن نأخذ هذه المعادلة ونضرب طرفيها BB، ويمكن أن نقول أن A تساوي 5 على 19B، صحيح؟ حسنا، كلاهما تساويان A، لذا يمكننا أن نبقي إشارة المساواة ونحصل على 5 على 19B تساوي 10 على 61B زائد 200 زائد 230 على 61، ونجد قيمة B. ربما أنها في البداية ستبدو معقدة بالنسبة لكم، لكنها
معادلة خطية. ومن أجل توفير الوقت سوف أقوم بإيجاد قيمة بي ونحصل على بي تساوي 38. إذا كان بي تساوي 38 نحن نعلم أن النسبة هي 5 إلى 19، إنها بسيطة للغاية. نقول أن A تساوي 5 على 19 ضرب 38 تساوي 10. إذن عدد التفاح كان 10 وعدد الموز هو 38، أليس كذلك؟ لقد بدأنا ب 48 فاكهة ومن ثم أضفنا 23 فاكهة، أليس كذلك؟ و 48 زائد 23 تساوي 71 فاكهة. لذا دعوني أقوم بمراجعة سريعة جدا. لقد قلنا أن نسبة التفاح إلى الموز تساوي 5 إلى 19، حيث أن A هو عدد التفاح و B عدد الموز. عندما أضفت 23 موزة أصبح لدي 23 زائد B موزة. إن النسبة الجديدة للتفاح إلى إجمالي عدد الموز هي 10 إلى 61، وقد استخدمت كل من هذه المعادلات، معادلتان ومجهولان. أوجدنا قيمة A ثم عوضناها وأوجدنا قيمة B. أعلم أنه يوجد عدد من الكسور، وإذا قمت بحلها فإن الكسور ستحل. وكان باستطاعتي أن أجد قيمة A و B. نضيف 23 فاكهة ونحصل على 71 كعدد إجمالي للفاكهة. أعتقد أنكم الآن جاهزون لتجربوا حل المسائل الأصعب على النسب. استمتعوا بوقتكم.